اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم لاخر فقراتنا وهي ركن الفنون لكل الناس بتحب الفنون وتحديدا الشعر. الشعر ما بعد الثورة، الشعر بطبيعة الحال هو وقود وعطاء الثورة السودانية، وكغيره أيضا من الفنون شهد نقلة نوعية إبداعية ما بعد الثورة السودانية، ولنا في أدبيات الثورة أمثال كثيرة جدا، ونستضيف في هذه الفقرة أحد الشعراء الشباب الأستاذ عبد الرحمن عبد الفضيل. مساء الخير عليك. مساء النور عليك وعلى كل المشاهدين، وسعيد غاية السعادة أن أكون حضور بيناتكم، ونتمناها لغية لطيفة ومفيدة وممتعة إن شاء الله يا رب بإذن الله. طيب بداية خلينا نعرف المشاهد الكريم، نأخذ منك بطاقة تعريفية بسيطة. أنا عبد الرحمن عبد الفضيل، شاعر طبعا نعم وخريج محاسبة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، و مارست أنشطة إعلامية كثير في عدد من الإذاعات ومنابر مختلفة، ومهموم بالشأن العام زيي وزي كل السودانيين اللي بيحبوا البلد دي، وأسست عدد من المنتديات مع رفاق تانيين لهم التحايا، منتديات ثقافية وعندها علاقة بالشعر وبالهم العام. يعني نتطرق للتفاصيل دي خلال نعم. يمكن الحاجة دي بتخليك وبتقودك لأنه مشروعك الثوري ومشروعك الفني كذلك يكونوا ماشيين في نفس الخط في نفس التراك. بالتأكيد زي ما أنت ذكرتي في المقدمة اللي قبل شوية إنه الشعر ودوره في الثورة، أو مش الشعر لوحده، حتى كل الفنون طبعا صحيح. ومعروف تاريخيا إنه الفنون عندها علاقة مباشرة بعمليات التغيير وعمليات التنوير اللي بتحصل في للمجتمعات أو للفئات في كل العالم يعني، وده دي حاجة تاريخية إنه الفنون كان لها أثر في تثبيت ثقافات وفي عملية بتاع التنوير وتنبيه الناس لتفاصيل كثيرة جدا بتتعلق بحياتهم وبتفاصيلهم اليومية. فده بأكد إنه الشعر وتحديدا في السودان عندنا تاريخ شعري عظيم، تاريخ شعري نضالي صحيح، ودي يعني قصص طويلة جدا وكلام كثير دور الشعر والفنون في تاريخ السودان عموما وفي تاريخ السودان الثوري بشكل خاص. يعني لو مسكنا من خليل عزة أو خليل فرح ومرورا بثورات أكتوبر الممهور بالدم والمعلومات اللي بيعرفها أغلب الناس اللي بتابعونا، وإلى الآن إلى حد ثورتنا الحالية ثورة ديسمبر المجيدة كانت الفنون حاضرة بشكل واضح جدا ما تخطو العين يعني صحيح. كل الفنون والشعر بالتأكيد يعني. طيب نحن الآن في هذه المساحة وفي حضرة الشعر بكل تأكيد، خلينا نسمع منك نص أولي. جدا طيب. كان يا مكان، كان يا مكان، كان في البسيطة فرح كبير، مالي الأحاسيس والمكان دافق حنان، وعلى المداين العطش مديها الأمان، لكنه كان أرجع تعال أرجع تعال، ندهت معاي كل العيون الزارفة دمعات الصدق، ناديته ما جاني الفرح، ناديته ما جاني الفرح ومشيت له خلاني ومشى، ناديته ما جاني الفرح ومشيت له خلاني ومشى، وما بنهزم ما بنهزم ما ببقى زي حال الفراش، عز الربيع نايم الفراشات الحزينة الخايفة من لسع النحل، والواجب إنها تتحد تملى الشوارع الفاضية بهجة واحتفال، الواجب إنها تتحد تملى الشوارع الفاضية بهجة واحتفال، وتغني ليه فصل الربيع، تغني ليه فصل الربيع، تبكي الحدائق اللي لسه ما ليها الفراغ، ومن حقنا من حقنا نمرق نمرق نغني مع الفراش، نسقط همومنا مع الحبيبات الحنان، نتمادى قدر الاشتهاء ونرجع الفرح اللي كان، ننضم هتافات العشق ونغاوم الشوق الجبان، شام ما بكرة يتساءل، شام ما بكرة يتساءل، ونتساءل نتساءل، من سرق الفرح منك وهداك الحزن عبرة، من زرع الأسد
جواك منو المنع الجرح يبرى ومنو الخلاك تتقسم، منو الخلاك تتقسم تكون اثنين تقيف ضدك، منو الخلاك تتقسم تكون اثنين تقيف ضدك وتتصارع على نفسك وتفرح بهزيمتك ليك، تتصارع على نفسك وتفرح بهزيمتك ليك، وفي الآخر في الآخر حنينك حنينك يدفرك نحوك تقيف جنبك تمد ايدك تقول يا بعضي يا بعضي نتسامح، وبعضك بعضك ما يمد ايده يغادرك ويحتويك الهم، يغادرك ويحتويك الهم وتنده ليك ما تسمع، تنده ليك ما تسمع، تمسكك تنفلت منك وتجري وراك، تجري وراك ما تلقاك وتتلاشى وتسكن انت دنيا الغيب، تسكن انت دنيا الغيب، تسكن فينا ذكرى وشوق وما نتهدى ما نتهدى، نستناك ونتمناك ونحلم بيك برغم قساوة الكابوس، نحلم بيك برغم قساوة الكابوس، تجينا من العدم راضي وتهتف لينا، نهتف ليك ننفي الفاعل المعلوم ويصبح في الحساب ماضي، وتنكشح المدايد الحارة ينكتل الدواس الشين، تنكشح المدايد الحارة ينكتل الدواس الشين، ويتغير وتتغير مع الأيام ملامحنا ويستوطن بلادنا فرح، نعيش لا آه لا محنا ونعمر بي عرقنا الأرض حتى إلهنا بين يباهي قدام الملائكة يقول هدي الخلق الذين استخلفوا الأرض البسطة عليهم يدخلوا الجنة مبروكين، يدخلوا الجنة مبروكين إن شاء الله يا رب بإذن الله. يا سلام عليك. إذا أستاذ عبد الرحمن، من الواضح جدا أنه الإلهام بالنسبة لأي شاعر هو المحرك الأساسي، فدارين نعرف اللي هو محركك وإلهامك كشاعر. طبعا ده موضوع كبير شديد، لكن بالضرورة هو الشاعر هو في طبعا هو إنسان زيه زي كل إنسان. نعم. وبيقول أنه الشعراء يعني مشاعرهم وحاسيسهم مختلفة شوية، لكن المهم على أي حال فبتحركك كل الأشياء اللي ممكن تحرك أي إنسان آخر يعني. ما أي إنسان آخر، لكن لا ما هنا بس ما في يعني امتياز أو اختلاف بسيط كده، إنه احتمال يعني المبدع أو تحديدا الشعراء درجة الحساسية بالموضوع قد تكون عالية، وده بينعكس على تفاعله مع الموضوع، يعني ممكن يكون في مشهد مشهد في الشارع ايا كان هذا المشهد، مشهد لطيف او حزين او ايا كان، اي زول ممكن يتفاعل معه بنسبه او بدرجه معينه، لكن تفاعل الشاعر بيكون اكثر لو حاجه مفرحه يعني عند الناس بتفرح هو اكثر، بتكون مضاعفه بتكون مضاعفه مثلا، ولو حاجه حزينه برضه، فده ممكن بيميز المبدع. وهنا برضه عندهم قدره بتاعت شوف المبدع والشاعر بيقدر ينتبه لتفاصيل كثيره جدا ممكن تمر على الناس كلهم، لكن قد ما يقدروا ينتبهوا لها. الشاعر عنده قدره وعنده عيون كثيره جدا بيقدر، وحواس كثيره بيقدر يشوف بها الحاجات ويتلمس بها ويستبصر بها. انا ما داري مجد الشعراء عشان ما يقولوا كده انه انحاز، المهم فدي الفكره المفهومه لكل الناس، يعني انه الشاعر عنده قدره على يعني للنظر للاشياء مختلفه عن غيره يعني. طيب شنو اكثر المواقف شدتك او كانت هي مؤثره في الهامك بشكل كبير جدا؟ وطبعا نفس الفكره اللي قلتها، المواقف كثيره جدا، مثلا باعتبار انه نحن مهمومين بالمحبه بنتحرك وبننشط في القضايا بتخص الإنسان وبتخص الوطن وكده. طبعا الإنسانية حاجة ما عندها علاقة بالوطن، لأنه مازال إنساني دي مازال يعني ممكن يأثرك أي مشهد إنساني في أي بقعة من العالم وكده. ففي قصص كثيرة وفي قصائد كثيرة، وفي مثلا فيما يتعلق بالوطن أحداث كثيرة جدا، وللأسف نحن عندنا أحداث حزينة كثير في تاريخ دولتنا السودانية، ففي قصائد كثير عندها علاقة بمواقف
في قصص كثيره. طيب اختار لنا مستحضر القصائد. ما مشكله اذا اخترت لنا اي قصيده من القصائد الكثيره اللي انت قاعد تكتب. في مواضيع كثيره كتبت فيها، مثلا اتذكر كان في يعني المأساة الإنسانية في دارفور كتبنا فيها كثير جدا، ونتمنى انه البلد والسلام يعم كل البلد ان شاء الله. وبرضه كان من القصائد اللي في كان مركب، ما بتذكر سنة كم، غرق في الشمالية تحديدا، طالبات تقريبا. نعم نعم، أطفال كتبت حاجة. وقصص إنسانية كثيرة جدا يعني كتبنا فيها. طيب خلينا نسمع القصيدة. طيب، مدخل يعني زي ما بيقولوا الشعراء: يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان، اتخيل إنك نايم. يا أيها الإنسان، اتخيل إنك نايم وحلمت إنك ماشي. يا أيها الإنسان، اتخيل إنك نايم وحلمت إنك ماشي، رافع معاك رايتين ووراك أمة فراش، وصحيت لقيت نملة ماسكاك بيك الباش. أنا جاني إحساس إني ماف، أنا جاني إحساس إني ماف، واقف عليه ضلي وبكوس كان ألقى روحي معاي كفاف. أنا جاني إحساس إني ماف، واقف عليه ضلي وبكوس كان ألقى روحي معاي كفاف. ناديتني جيت، ناديتني جيت وسألتني، يمكن يكون بينك وبينك اختلاف، ما تبقى غرقان في جواك ما تلقى لذاتك ضفاف. يا زول تعال، أنا عندي لك يا زول سؤال: هل حصلت وقت جواك ما لقيتك ومرقت دون تستأذنك؟ هل حصلت وقت جواك ما لقيتك ومرقت دون تستأذنك؟ وما أظنك أنت ساكن، ما أظنك أنت ساكن، أنت ساكن في نزوحك، لاجي في أبحر خيالك وباني في الأوهام صروحك. ولما جرحك يبدأ يبرى أنت بتفتق جروحك، وأنت ذاتك ما معاك، أنت ذاتك ما معاك، أنت مليان بالهواجس، مرة تتضارب يمينك بيسارك، مرة بتجيف بوراك، أنت بتخاف من عيونك، من شجونك، من سجونك، من وطاطك، من سماك، أنت وعدك بلغاك ولسه واقف، لسه واقف في رجاك. يا سلام عليك. طيب، يمكن مهرجان محجوب شريف، ناس كثيرة كانت اللي هو سايرة على نهجه، هل ممكن نقول إنه لغاية الآن في شعراء كثر أو كتاب كثر سايرين على نفس النهج؟ خالص التحايا والسلام على روح شاعرنا وشاعر الشعب، أستاذنا وأبونا ومربينا العظيم جدا محجوب شريف، لروح السلام. وطبعا دي سيرة كبيرة وسيرة عظيمة خالص. وأنا من هنا برضو بحيي والدتنا وأستاذتنا أميرة الجزولي، هي نتمنى لها الصحة والسلامة. والكلام عن محجوب شريف طبعا ده موضوع كبير خالص، يعني بالتأكيد هو كان يعني هو مدرسة، مش كان يعني لحد الآن نحن بننهل من معينه ونتعلم مما كتب محجوب شريف من شعره ومن سلوكه ومن السيرة اللي بتتنقل لنا عنه ويعني ملاقاتنا له المعينة. فمحجوب شريف زيي وزي كل واحد من أبناء الجيل ده، الشعراء أو غير الشعراء طبعا، لأنه هو كان مربي، استفدت منه كثير خالص، ولسه بحس أنه بستفيد. ما هي قصائده كلها عبارة عن غيم للخير والجمال وللإنسانية وللحب الوطن وللثورة ولعملية التغيير والتطوير الإنساني المستمر ده. أنا كان لي الشرف أنه كنت جزء ولحد الآن يعني من لجنة مهرجان محجوب شريف يعني للشعر، وده مهرجان سنوي بيقام كل سنة، ممكن نتكلم عنه بعد شوية. فاستفدت كثير خالص، وفتح عيوننا على مواضيع في الشعر كثيرة وعلى مواضيع ما كان ممكن نلقاها في أي حتة. وطبعا ما دار أتكلم عن محجوب شريف لأنه ده
ما بظن ذاته محتاج تعليق مني، لأنه ده مشروع معلوم لكل الناس. لكن كنا بنركز في شنو؟ إنه كان عنده القدرة على التقاء الأفكار والتقاء حتى المفردات في شعره من اليومي، يعني بطبيعة الشعر في شعراء بيحاولوا يجتهدوا ويجيبوا كلام يعني خاص كده بتاع فئات معينة، لكن أستاذنا محجوب شريف كان بيلتقط من أفواه الناس ومن المارة. يا سلام. يعني بتلقى في أشعاره ست الشاي وبتلقى بتاع الفول والتفاصيل اليومية دي، هو كان مهموم طبعا بقضايا الغلابة وقضايا الإنسانية بشكل عام، فاستفدت فائدة عظيمة جدا. يمكن الحديث يطول في هذا الموضوع تحديدا وفي حضرة محجوب شريف، ولكن دي ممكن أقول اللي هي موروثات، فدي مسؤوليتكم أنتم كشعراء وككتاب كذلك. إحنا لضيق الزمن حنقول لك شكرا جزيلا. شكرا. الأستاذ عبد الرحمن عبد الفضيل، لكن حنطلب منك في الختام بكل تأكيد لكل المشاهدين الآن قصيدة من اختيارك. شكرا لك وشكرا لكل المشاهدين، وأسعدت بالمقابلة اللطيفة دي، ونقول طبعا حاولت المشاهدين بعدك حخلي لك المساحة الأخيرة. إذا مشاهدينا الكرام بكذا نكون وصلنا لختام فقراتنا لهذا اليوم وكذلك حلقتنا لهذا اليوم من 24 جراد. بنتمنى لكم إن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة بإذن الله. وفي الختام استمع تفضل. تاوقي جواي تلقي صورتك، تاوقي جواي تلقي صورتك في الدواخل والمخارج، تلقي صورتك في المداخل والوسط، وقدام كل صورة تلقي واحد مني واقف مندهش بروعتك، قدام كل صورة تلقي واحد مني واقف مندهش بروعتك. طليتي في دنياي فرح، طليتي في دنياي فرح، وفي غفلة مني أفلت زي شمس الغروب، وندهت لك ندهت لك بصوت ملخبط بالسكات، ما تمشي مني تعالي لي، ما تمشي مني تعالي لي، فضت الأماكن حولي زاحمني الفراق، دونك تقول أنا ما معي، دونك تقول أنا ما معاي، وأنا ما معاي دونك، دونك تقول أنا ما معاي، وأنا ما معاي دونك. فيا ريتني لو أقدر أنظرني بعيونك، كان شفتنا الاثنين أصبحت مجنون بي وأنا أصلي مجنونك. يا ريتني لو أقدر أنظرني بعيونك، كان شفتنا الاثنين أصبحت مجنون بي وأنا أصلي مجنونك. نونك كم مرة في الصحيان رأيتك طيف، كم مرة في الصحيان رأيتك طيف، مليت اللحظة بالأشواق، مليت اللحظة بالأشواق، يا مشتهيها ومنكسف هذه الحبيبة إليك، غدر مكتوب تريد وتعشقا، فلتحتسب عند الإله لو هم قلبك أو شقا، وما تنتظر في يوم تقول لك هيتا لك، من حبها يمكن تطير بيك الأرض أو يوم يناديك الإله كانت معك، ويا ريت لو كانت معك.